السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أخواتي الكريمات، مرحبا بكم في قناة متخضاري. اليوم إن شاء الله غادي نحضر معكم كيك يومي سهل جدا في التحضير، بسيط وكيجي بحجم عائلي. إلى عجبتكم الوصفة ما تنساوش أنكم تابونا فلاشين باش توصلوا بجديد الوصفات، كذلك ما تنساوش أنكم دعموني باللايك ديالكم وتبارتاجوا الفيديو مع العائلة والأصدقاء ديالكم. فعلى بركة الله غادي نحتاج في المكونات ديال البيضات جوج اكياس ديال خميرة الحلويات، كيس ديال الفانيا وديال سكر فانيلا، كاس ديال السكر، كاس ديال الزيت، كاس ديال الحليب، معلقه صغيره ديال نسكافيه او ديال قهوه سريعه الذوبان، معلقه ديال الخل، معلقه ديال الكاكاو المر، وكاس ونصف من الدقيق. غادي نجيب هنايا البيض، فاني، ممكن ديرو فاني سائلة، فانيلا سائلة، غادي نخلطو كلشي مزيان. نزيد الزيت والحليب والخل. الخل بزاف ديال الاخوات كيقولوا لي شنو هو الدور ديال الخل. الخل بحال غادي تزيدوا مثلا محسن الجينواز، واخا هو ماشي بنفس الفعاليه، وانما كيطلع مع كيطلع الكيكه وكتجي هشيشه، وما تخافوش الريحه ديال الخل زعما كاع ما كتجيش في الكيكه، غير هي ديرو معلقة ماشي شديرو كاس. غادي نضيفو الخمارات، ملعقة صغيرة ديال القهوة. أنا درت نص ملعقة كبيرة. القهوة راه غير كتمتزج مع الزيت والحليب وهذا كتذوب. غادي نبدا نزيد الطحين، على هاد الشكل هذا ما تكونش تكون خفيفه واحد الشويه. غادي نجيب هنا غادي نقص النصف، هذا غادي نزيد له واحد المعلقه ديال الكاكاو،
وغادي نخلط. الا جاتكم ثقيله يعني قصح فيكم بزاف، ضيفوا شويه ديال الحليب ولا شويه ديال الزيت. انا هنا غادي نضيف واحد الجغيم، واحد يعني واحد القطيره ديال الحليب. غادي نجيب هنايا مول، غادي نوضع هكا النصف، يعني هكا كنصوبو بشكل عشوائي. على هذا الشكل هذا كنجيب هكا واحد السكين، كنخلط غير هكا. الاهم هو الشكل اللي غادي يجينا من الاسفل على هذا الشكل هذا. دابا غادي ندخلها الفرن على درجه حراره 180 ونعاودو نتلاقاو باش نشوفو الشكل ديالها النهائي. اخواتي فهذا هو الشكل النهائي ديال الكيك من بعد ما طاب، كيجي صراحه رائع. نشوفوا كيفاش جا من الداخل، شوفوا معايا كيفاش كيجي الشكل ديالو من الداخل. فقط الاضاءه. نتمنى ان الوصفه ديال اليوم تجربوها تنال الاعجاب ديالكم. كيجي هشيش كما كتلاحظوا اسفنجي. الى عجبتكم الوصفه ديال اليوم ما تنساوش انكم تابوناو في لاشين باش تصلوا بجديد الوصفات. كذلك ما تنساوش انكم تدعموني باللايك ديالكم وتبارطاجيو الفيديو مع العائله والاصدقاء ديالكم. نهايه الوصفه، دمتم في رعايه الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.